السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أهم جايد لاين المفروض يكون عندنا في مختبر المايكرو، وهي ال CLSIM 100 Clinical and Laboratory Standard Institute. طبعا ال M100 بتتكلم عن ال AST Antimicrobial Susceptibility Testing، ودي في غاية الأهمية. الهدف النهاردة مش إن احنا نتكلم عن تفاصيل CLSI، وإنما هناخد فكرة عامة عن CLSI، هنشوف إزاي نستفيد من CLSI، يعني حاجة كده إسعافية مؤقتة للناس اللي شغالة حاليا، لأن مينفعش تكون شغال من غير CLSI، هيبقى شغلك باين جدا إن هو شغل مش مظبوط. التشويس بتاع الأنتيبيوتيك دي حاجة في غاية الأهمية. برضو يهمنا جدا نشوف يعني ايه مستوى الايدنتيفيكيشن المطلوب نوصل له، يعني هل مطلوب اعرف البكتيريا دي اسمها ايه بالظبط، هل مطلوب لو فيه سب سبيشيز المفروض اعرف اسمها ايه، انواعها ايه، تو هوتش اكستنت المفروض ان انا اوصل في الايدنتيفيكيشن اوف بكتيريا، هل ده هيفرق معايا في الانتيبيوتيك ولا مش هيفرق. سي ال اس اي اللي معايا انا دي بتاعت سنة 2018، نسخة 28 دي سنة 2018. في كل سنة بينزلوا ال changes اللي بتحصل. عندنا هنا الليست بقى بالتغييرات اللي هم غيروها، الانتيبيوتكس اللي زودوها، الانتيبيوتكس اللي شالوها، الحاجات اللي هم رجعوها، وهكذا، بحيث ان انت لو كنت متقن السيرلس اي القديمة ممكن التشينجز دي يعني توفر عليك مجهود كبير في السيريس اي الجديد. بعدين قبل ما تبدأ تستخدم الجداول بتاعت السيريس اي بيكلمك عن ازاي تستخدم الجداول وازاي تستفيد منها وايه الخطة اللي هو ماشي عليها في الجداول دي، بحيث انت ما تخشش على الجداول على طول ومليانة رموز وفيها حاجات لازم تكون مفهوم انت يعني الخريطة اللي انت ماشي عليها دي ايه مفتاح الخريطة دي بالظبط. هنحاول مع بعض كده نشوف الجداول دي ونشوف الحاجات المهمة نوصلها بسرعة. اول مجموعة جداول اللي هي الاخضر دي تتكلم عن الانتيبيوتكس اللي هو بيقترحهم عليك، suggested grouping of antimicrobials. هنلاحظ بقى كذا حاجة. اولا هو هنا عامل الكولمز دي فيها انواع البكتيريا، يعني الانتيروبكتيريسي كلها مع بعضيها، بيقترح لها كلها مع بعضيها نفس الانتيبيوتكس، وبعدين سيدوموناس اريجينوزا بيقترح لها مجموعه انتيبيوتكس دي اللي المفروض تتحط، طبعا بناء على التجارب بتاعتهم، بناء على الانترنال ريزيستنس اللي موجوده في البكتيريا دي، فالحاجات اللي فيها ريزيستنس خلاص مش بتتحط، الحاجات اللي هم بيجربوها ومش بتنفع خلاص بيشيلوها وكذا. يعني نلاحظ بقى ان هو قايل سيدوموناس اريجينوزا، يعني لو في انواع تانية من سيدوموناس مش هتحط لها نفس الانتيبيوتكس دي، زي مثلا سيدوموناس فلورسنس. هنا قال ستافيلوكوكس سبيشيز، يعني كل الاستاف تحط لها نفس الكلام ده. ممكن يكون هو بيقول لك حط نفس الكلام ده، بس ساعة ما تقرا هتختلف اذا كانت استاف اورياس ولا كوجليز نيجاتيف استاف. مثلا انتيروكوكس نفس الكلام، انتيروكوكس حط لهم الحاجات دي، بس هنا مثلا لا رمز بي ده يقول لك ده يتحط في الانتيروكوكس في كالس بس، يبقى هل يلزم ان انا لما اعمل ايدنتيفيكيشن للانتيروكوكس ان انا اعرف اذا كانت انتيروكوكس في كالس او انتيروكوكس في شيم او في سيم زي ما بعض بينطقها؟ يعني هل مطلوب ان انا اوصل للايدنتيفيكيشن لانواع الانتيروكوكس ولا انتيروكوكس وخلاص؟ لا، ما ده معناه ان انتيبيوتيك دوان تيتازوليد هحطه في الانتيروكوكس في كالس فقط. نلاحظ برضو كلمة أور هنا وهنا، والسيفكس تيم والسيفتراكزون أور برضو. أور دي يقول لك إن أنت ممكن تستخدم وان أنتيبيوتيك تو إنديكيت ذا أذر، تستخدم سيفو تاكسيم وخلاص، مش لازم تحط سيفتراكزون، ما تحطهمش الاتنين، حط واحد من الاتنين وطلع سنسيتيف يبقى الاتنين سنسيتيف، طلع ريزيستنت يبقى الاتنين ريزيستنت. انت مش محتاج تخسر انتيبيوتيك ولا تطلع نتيجة مكتوب فيها واحد سنسيتيف وواحد ريزيستنت والناس تقعد تتعجب يعني من النتائج الغريبة دي. كذلك الاستاف حط ازيثروميسين
حط كلوريستروميسين او اريثروميسين هيعبر لك عن الاتنين التانيين، واحد من التلاتة، وتطلع الاتنين التانيين زيه. برضه في الاستاف السيبرو والليفو، حط واحد من الاتنين هنا اهي، سيبرو اور ليفو، حط واحد من الاتنين ينفع عن التاني. لاحظ برضو في نجوم، النجوم الصغيرة دي هنا وهنا وهنا وكتير اهي، نجوم اهي، النجوم دي فور ام اي سي تيستينج اونلي، ديسك ديفيوجن ديسك انريلايبل، يعني ما تستخدمش الديسكات العادية. يعني مثلا في الحاجات المشهورة حد يحط مثلا اوكسيسيلين ديسك، ما ينفعش احط اوكسيسيلين ديسك في الاستاف ام اي سي اونلي، الديسك ما ينفعش. عندنا برضو من الحاجات المهمة جروب ايه، جروب بي كده، جروب سي كده، جروب يو. جروب ايه دي لازم تعمل لها تيستنج ولازم تعمل لها ريبورتنج، يعني لازم دول يتحطوا في الريبورت. جروب بي دي اوبشنال برايمري تيستنج، يعني اعمل لها تيستنج وريبورت سيلكتيفيتلي، يعني لو انت محتاج تريبورت الانتيبيوتيك ده تطلعه، ممكن ما تطلعوش بس بيقول لك اعمل له تيستنج وبعدين شوف اذا محتاج تطلعه طلعه، على حسب الحاجات اللي هتطلع لك فوق. يعني الحاجات اللي فوق دي اذا اغنت عنك خلاص واكتفيت، كان بقى ما اكتفيتش طلع من اللي تحت، على حسب حالة البيشنت وعلى حسب طلب الدكتور، عشان كده لازم يبقى في كوميونيكيشن كويس في الحتة دي، وعلى حسب برضه هو طالع سنسيتيف ولا ريزيستنت. يعني الريزيستنت تطلعه، عرف الدكتور انه ريزيستنت، لكن السنسيتيف مش لازم تطلعه اذا في حاجة تغني عنه افضل. جروب سي ده سبلمنتري ريبورت، ريبورت سيلكتيفلي، يعني طلعه لو انت برضو اخترته ومش لازم تعمله اصلا من الاول. في جروب يو ده في اليورين بس، وفي جروب او اللي هي الاذرز دي، يعني من اي بي سي للاو دي بتقل اهمية ان انا اعمل التستنج وان انا اطلع الريبورت في نفس الانتيبيوتيك ده. هنا برضو نفس الكلام، جروب اي وبي وسي ويو. ولو نلاحظ الستينوتروفوموناس دي تعتبر من عيلة السودوموناس، وتشوفها تقول دي سودوموناس، وبعدين لازم تعمل لها good identification by chemical reaction او API، لانها لها antibiotics خاصة بيها ولها طريقة معينة. يعني مثلا في السودوموناس ايريجينوزا بتحط سيفتازيديم ديسك، لكن هنا ما ينفعش ديسك، لازم ام اي سي. كلورنفينيكول لازم ام اي سي. اذر نون انتيروبكتريسي، بص النجمه دي كلها ام اي سي، كل ده ام اي سي، ما ينفعش تستخدم ديسكات في الحاجات دي. يعني تشخص تقول دي سودوموناس وخلاص، وطلع معايا مثلا اكسيديز بوزيتيف، وتطلع هي نوع من انواع سودوموناس اذر ذان سودوموناس اريجينوزا، زي مثلا سودوموناس فلوريسنس دي تبع الاذر نون انتيروبكتريسي. اي جرام نيجاتيف بكتيريا غير الاسينيتوباكتر وغير الستينوتروفوموناس وغير سيدوموناس اريجينوزا غير البروكولدريا غير دول، يبقى تبع الاذر نون انتيروبكتريسي. يبقى انا لازم اعرف انا مين البكتيريا اللي بتعامل معاها بالظبط عشان اعرف احط لها انتيبيوتيك ازاي واتعامل ازاي. يجي مثلا هنا يقول لك في حالات السي اس اف الانتيبيوتكس دي should not be routinely reported، يعني ما تطلعهاش، اللي هما كذا وكذا وكذا في السكند جينيريشن، والحاجات اللي بتتخذ اورال اونلي، والكليندامايسين، الماكروليدز، التتراسايكلين، فلوكرينون، دي ما بتتحطش في السي اس اف. يبقى انا ما بتعاملش برضو مع البكتيريا على انها كائن جامد، دي متاخده من اي بيشنت، والبيشنت دي كان العينه نوعها ايه، يعني تفرق اذا كانت العينه مثلا يورين، اذا كانت العينه سبيوتم، اذا كانت العينه بلاد، اذا كانت العينه سي اس اف. كل تيشو من التيشوز دي الانتيبيوتيك اللي هيروح لها له شكل معين وطريقه معينه. في حاجات ما بتنزلش غير في اليورين، يعني يورين اونلي، يعني ما تجيش تحط تتراسايكلين ولا حاجه نيتروفرانتوين في مثلا بلاد كلشر.